خلافات حول رفض تطبيق الحظر الجزئي أو الشامل من قبل بعض الأطراف الحكومية والمسؤولين في مناطق النظام أدت لمنع إصدار أي قرار بخصوص الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. هذا ما كشف عنه موقع صوت العاصمة الذي نقل عما قال إنها مصادر خاصة أن 3 اجتماعات عقدت بين وزراء في حكومة النظام مع الفريق المكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري للبحث في القرارات المنتظرة. الموقع أضاف أن وزراء اعتبروا تطبيق قرارات الإغلاق الجزئي لن تنفع في سوريا لأن السيطرة على الازدحام طيلة ساعات النهار في الوضع الراهن خطة مستحيلة، فيما اقترح وزراء آخرون فرض الحظر الكامل لمدة 2 أسبوع إذا ما ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس، وهو أمر رفضه آخرون بشكل قطعي مستندين إلى فشل التجربة السابقة، إضافة للخسائر الكبيرة التي تكبدها النظام والذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية خانقة. فريق ثالث من المجتمعين قدم اقتراحات بفرض الحظر خلال ساعات معينة إضافة لأيام العطل الأسبوعية إلى جانب إغلاق الجامعات والمدارس وروضات الأطفال وبعض المنشآت بشكل فوري، وهي اقتراحات تم التوافق عليها بشكل مبدئي يقول الموقع، فيما قدم وزير الصحة مشروع خطة تقوم على تجهيز ملعب الفيحاء بدمشق للمصابين بالفيروس وتجهيز أماكن أخرى فيما بعد على أن تخصص المشافي للحالات الحرجة فقط. وفي وقت يتزايد فيه انتشار الفيروس بين السوريين في مناطق سيطرة النظام وخصوصا الساحلية منها، فرضت محافظة طرطوس عدة إجراءات لمواجهة الفيروس، أبرزها فرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والخاصة وفرض عقوبة 25,000 ليرة سورية لكل سائق يسمح بدخول راكب لا يرتدي الكمامة، إضافة لإغلاق جميع صالات الأفراح والتعازي في المحافظة لمدة شهر كامل.